تابعوا حلقة جديدة من لحظة ديري ديك والتحقوا حتى نتوما بالفريق على ديريديك.ما. ديري ديك، دير الخير تلقاه. المبادئ ديالنا والمبادئ ديال الكرة وحدة، على داكشي رجعنا لكم في موسم جديد من لحظة ديري ديك. وهاد المرة غادي يكون معنا مجموعة من الأبطال الكرة المغربية اللي تلاقوا مع مجموعة الجمعيات اللي شاركوا معهم تجارب ديالهم وشكرهم على التزامهم. نكتشفوا الأجواء كيفاش دازت. لحظة ديري ديك مع ديري ديك، دير الخير تلقاه. السلام عليكم، معكم زكريا حذراف. اليوم احنا في نيش بركان باش نمشيو نزورو جمعية آثار. يلا ومعنا أعضاء جمعية آثار للسياحة المغربية والتنمية البشرية، استقبلوا اللاعب الكبير ديالنا سي زكريا حذراف بحرارة، وكانوا متحمسين لهاد المبادرة ديال ديري ديك باش يعرفوا بالجمعية ديالهم والأنشطة المختلفة ديالها. ومن بعد ما قدموا لسي زكريا حذراف جمعية آثار وتعرف عليها أكثر، جاء الوقت ديال جلسة عائلية يتقاسموا فيها التجارب ديالهم مع العمل الجمعوي. السؤال ديالي ليك زكريا، بالنسبة ليك أنت كلاعب كرة قدم، شنو اللي خلاك تنخرط بالعمل الجمعوي وتجي تزورنا اليوم؟ أنا كمغربي كيعجبوني الجمعيات كيديروا الخير، الاعمال الخيريه، وهادشي اللي جيت نزوركم اليوم وجيت نتعرف عليكم اكثر وعجبني الحال. واش تقدروا تعرفوني على الجمعيه اكثر والانشطه ديالها؟ جمعيتنا كتشتغل عندها لجان، لجنه التربيه والتكوين، لجنه الاعلام والتواصل، لجنه الثقافيه. بالنسبه لهاد اللجان كل لجنه كتشتغل على الانشطه ديالها، كاين لجنه اجتماعيه. نتوما كشباب شنو كيخليكم تشاركوا في اعمال اجتماعيه؟ السلام عليكم. اللي كيخلي الشباب انه يشاركوا في الاعمال الجمعويه كنعمروا بهم الاوقات الفراغ ديالنا، وكذلك حتى العمل الجمعوي كينمي الشخصيه ديالنا، كيديفلوبي لو كارير ديالنا، وكذلك العمل التطوعي كيخلق واحد السعاده واحد الفرح في النفوس حنا كشباب وحتى في الاخرين. سي زكريا، شنو النصيحه اللي تعطيها لنا والشباب اون جينيرال؟ النصيحه للشباب اللي غادي نقول هي يمشيوا للرياضه بزاف، يكونوا مع والديهم مزيان، يكونوا مع الاخوان ديالهم مزيان، ويكونوا قدوه في المجتمع ديالنا، ويمشيوا للاعمال الاجتماعيه ان شاء الله. داز نهار زوين، شفنا ناس زوينين، كيعجبني الحال ملي كنشوف شباب كيتعاونوا مع بعضياتهم وتبارك الله عليهم. صراحة دوزنا نهار زوين بزاف مع اللاعب ديالنا زكريا حذراف، جزرنا في المقر ديالنا، عاودنا له على الجمعية ديالنا وشنو كدير، وعجبوا الحال وقالنا بلي غادي نعاود إن شاء الله نجي عندكم. وبهاد الأجواء الجميلة كتسالي الحلقة ديال اليوم. دابا الكرة عندكم. في انتظار الحلقة المقبلة من لحظة ديري ديك، التحقوا حتى نتوما بالفريق على ديري ديك.ما. ديري ديك، دير الخير تلقاه.